وقل رب زدني علما. وهذا الحديث لو جعله المرء نبراسا أمام عينيه لنحل كثير من الإشكالات. ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يقول أهل العلم: الناس في تطبيق هذا الحديث ثلاثة أطراف، فطرفان تطرفا فأخطأا، وطرف توسط فأحسن. فأما الطرفان الذين أخطأا فرجل ينظر إلى المساوئ فقط، فمن نظر إلى المساوئ وتناسى المحاسن فإن ذلك الرجل لا يهنأ بزواج ولا تستقر له حياة، بل إن حياته كلها إنما هي في نكد، بل إن استمرت على ذلك ولم يكن فصل. قال: والطرف الآخر الذي أخطأ في هذا الحديث طرف وازن بين الصفات الحسنة والسيئة، وهذا مخطئ، ولكنه في الحقيقة ليس مخطئا كمال الخطأ، فإن بعده عن الصواب أقل. فهذا الرجل إذا وازن بين صفاتها الحسنة، بين صفات المرأة الحسنة وصفاتها السيئة، فإنه يعاملها حينئذ بالعدل، وهذا ليس بالحسن. وأما صفة الكمال فهو الذي ينظر إلى صفات الحسن في زوجه، وينظر إلى أخلاق الكمال عندها ويثني عليه ويتغافل عن الباقي، فهذا هو أكمل الثلاثة.